السلام عليكم ازيكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى ان شاء الله مبارك علينا وعليكم يا رب العالمين والنهارده جايين بقى في فيديو جديد كله طاقه ايجابيه وكله نشاط وبادئينه من اوله كده بصوا كله نشاط وحيويه وعايزه اقول لكم ان انا متاخره جدا جدا في روتينات العيد علشان طبعا اليومين اللي فاتوا كنت بوضف في المطبخ وكان في كركبه وكان في اتربه والحمد لله تمت على خير وشكرا جدا جدا على كل الناس الجميله اللي على قولي على فيديو المطبخ واللي عجبهم ذوقي آه جدا فجزاكم الله خيرا وربنا يسعدكم عايزه اقول لكم اللي ساعدني آه في التنسيق صاحبتي من الامارات قعدت بقى تقول لي الالوان وكده انتم عارفين ان هي كان نفسها ان انا اعمل المطبخ بتاعي ابيض وانا ما رضيتش اعمله ابيض لاني عندي اطفال ممكن ايديها خفت تبقع نفس تبقع المطبخ بقع ما تطلعش وبتاع ويبقى شكل المطبخ اوفر وبعدين ده انا ما صدقت ان انا آه اغيره فطبعا يا ريتها ما تزعلش بس انا اخترت الانسب لولادي انا طبعا عارفه أولادي كويس بيعملوا ايه فانا كنت باخد رايها وكده في كل حاجه فكانت عايزاني اعمله ابيض فانتوا قولوا لي كان الابيض هيبقى احلى ولا اللون اللي انا اخترته ده تمام هنا بقى رحت جايبه السجادتين دول كان عندي سجادتين نضاف كنت غسلان طبعا في العيد آآ الصغير آآ يعني عيد الفطر فجيت بقى دلوقتي كانوا نضاف يعني ما كانش فيهم حاجه فقررت ان انا انا يعني اغسلهم على الناشف ازاي اغسلهم على الناشف يعني اجيب ميه بالمسحوق وجبت بقى كده الهلوبه دي حلوه جدا يا جماعه في في تطليع اي حاجه اي اتساخات على السجاده كنت بحط على زي مريم زي ما انتم شايفين كده الحته اللي فيها اتساخات كانت مريم بتحط فيها وكنا آه بنضف بقى انا بالمقشه ومريم اي بقعه ولا حاجه كانت بتدعكها بالفرشه آه ده بالنسبه للسجادتين دول بس لان دول كانوا نضاف اصلا آه كانوا محتاجين بس ايه ياخدوا زقه كده من على الوش عشان تبقى ريحتهم حلوه وكمان يبقوا اي بقع فيهم تطلع تمام وبعد كده يعني كان في اتنين دي والتانية وبعد كده كل السجاد والمشيات هنغسلهم غسلا مبرحا هنا بقى يونس كنت عمال اقول له اقعد اقعد ما كانش عايز يقعد وشقي جدا وعمال يخرب لي في الحاجه طول ما هو ايه موجود في المكان في ناس كتير بقى بيقعدوا يقولوا لي يا نوجا انت بتبداي تنظيفات العيد ازاي وبتعملي ايه والكلام ده قولي لنا عشان احنا عايزين نرتب افكارنا والكلام ده عايز اقول لك يا قلب اختك هي الموضوع مش موضوع ترتيب افكار ولا اي حاجه خلي عندك يعني بصي شوفي اكتر حاجه ايه متداوله عندك وابداي بيها مثلا لو السجاد يبقى لم السجاد كله وخليه كله في يوم واحد يعني انا كنت برضو ساعات بغسل مش مشايتين مش بتاع لكن سجاد كبير يبقى يلا شدي الهمه واعمليه لقيت السجاد بتاعك نظيف ما تديش حالك فيه اغسليه عن نضيف زي ما انا بعمل كده هاتي السجاد وشويه كوريكس لهلوبه اه اي حاجه وابدا ان انتش ايه نظفي تمام تمام انا اه طبعا بدا السجاد متاخر وكده عشان انا قلتلكم كان عندي مشاكل يعني في المطبخ بنعملها لكن انا غير كده كنت ببدا بالسجاد من اول اه اول يوم في التنظيفات غسلت السجاد يعني غزلنا بص برضو السجادة دي نضيفة خالص ازاي فيهاش حاجة بس فيها كام بقعة وعايزة برضو اخلي ريحتها تبقى برضو حلوة ومنتعشة كده وانا بفرش في العيد في ناس بقي أعرفهم شخصيا يعني لما بيجوا في عيد الأضحى س سجاد خالص عشان بيبقى عندهم دبيح بيدبحوا كده فبيخافوا السجاد يتدهول وبيخافوا ايه آه الحاجة تتدهول وكده فطبعا ربنا يزيد الناس كلها و يعني انت لو عندك دبيح او هتدبحي او كده ما تفرشيش السجاد بتاعك اغسليه ولميه وحطيه مثلا ورا الباب بتاع الشقه حطيه عندك في البلكونه يعني لغايه بس ما تدبحي اول يوم العيد وتخلصي وبعد الدبيح امسحي بقى الشقه كويس جدا وعطريها كده وبخاريها بقى ب ب ب بمستيكا والبندقر وبخور كده هاتوا بخور يا جماعه الاعياد الاعياد يعني الاعياد يعني بخور تمام شغلي البخور كده على الصبح وروقي كده بيتك وروقي حالك بقى اقل التكلفه واقل الاشياء تلاقي ربنا ايه كرمك بالفرحه يعني الفرحه بتكون في الرضا في رضا في في الحاجه اللي انا بعملها بس كده انزلي بقى هاتي ترمس وهاتي حمص انا عن نفسي ايه جبت فانا بقول لكم ايه على الحاجه اللي انتوا ايه تجيبوها جيبي ربع ترمس ربع حمص او حسب عدد الافراد اللي عندك هاتي نص ترمس ونص حمص وانزلي هاتلهم شويه لب على شويه شوكولاته على شويه سوداني انا طبعا لسه ما جبتش الحاجات دي انا ما جبتش غير الترمس والحمص بس وهبقى اعمله معاكم برضو في فيديو تمام ودخلي السرور على قلبك وقلب ولادك شيل الستاير كلها اغسليها في يوم أه الحيطان عندك لو مش نظيفه برضو ما تدعوديش تدعكي بقى وتلاقى المياه والكلام ده لا في مساحات اللي هي أه زي الجردل التركي اللي عندى ده ان شاء الله هبدا اعمل معاكم بيه ان شاء الله فى تنظيفات الحيطان أه يعنى انا بقولكوا هتحط شويه كده وتمسكي المساحه دي وتمشيها على الحيطه بتخليلك الحيطه زي الفل وما بتاخدش معاكي لوقت ولا مجهود ما عندكيش هاتي المساحه العاديه خالص وروحي حط عليها فوطة بتاعت مسيح واشطفاك كويس عليها مسحو ومشي الفوطة على الحيطة هتبقى برضو من دياك تنظيف هنا بقى بعد ما خلصت السجاد وشلت منه كل البقع وكده طبعا هيبقى مندي شوية ما ينفعش ان احنا نشيله كده لازم ان يتهوى اوعي تقولي اصل انا نضفته من على الوش ومش مبلول قوي فمش عام. مش هنشره لازما يتهوى عشان ريحته ما تكمكمش ويبقى ريحته مش حلوة عند ال... اما تيجي تفرشيه تمام تمام هنا بقى رحت دخلت البلكونة وطبعا علشان هم مش مش يعني مش غسلهم غسل اللي هو بتنقط وكده ممكن آه مثلا جارتي غسلة ولا حاجة تفضل تنقط السجاد وتأذيها فلا بدل ما بتنقطش يا إيه دوبك هتتوع فحطيتها هنا لكن السجاد اللي انا هغسله التاني كله هنشره على السلم هنشره على السلم ينقط بقى ما ينقطش مش هتفرق وانا كده كده اصلا مش بطلع السجاد غير لما بصفيه تماما بسيبه بقى في الحمام براحته يتصفى وبعد كده ايه ببدا ان انا انشره هنا بقى فرشت كان عندي 3 اربع سجادات كبار زي اللي انتم شايفينهم دول وكلهم مش نضاف خالص يعني مش بقى تنظيف من على الوش والكلام ده لازم نحط ميه ولازم ندعك والكلام ده فقررت بقى ان انا ايه احطهم على بعض علشان على ما اغسل الاولى يبقى التانية باشت على ما اغسل الثانيه لا تاخد معاكي وقت ولا مجهود ولا اي حاجه جيبي بقى خلطة خلطة في خلطة سايبة كده عند بتوع المنظفات جيبي برسيل جل أنا عملت عن نفسي برسيل جل وكان عندي برضو شامبو سجاد سايب عملت بيه كوريكس ألوان يعني أنا مش بفضل كوريكس الأبيض قوي في في غسيل السجاد أه بخاف لحسن اللون بتاع السجادة يعني يبهت كده ويبقى آه بهتان فبحط كوريكس ألوان الصراحة وبيبقى تحفة جدا جدا وهنا طبعا الولاد بيساعدوني ويبقى عمالين يقولوا لي أيوة كده دي بقى أجواء العيد الجميلة عندهم أجواء العيد يقعدوا يلعبوا في المية والزحلقوا نفسهم بقى وانا الصراحه سبتهم عشان انا تعبت بقى ايه من من الزعيق ويا بنقعد ويا بنسكت ويا حبيبي يا بابا والله يهديك ومش عارفه فقلت سيبيهم بقى يلعبوا بس انا انا هعمل ايه طيب بس كده يا قلب اختك بقى آه استعدي كده باجواء جميله اجواء كلها طاقه ايجابيه كده وعايزه آه أقولك على حاجه طبعا طبعا احنا كلنا يعني الا ما رحم ربي بيتنكد عليهم قبل العيد يا اما بعد العيد يا اما جوه العيد فانتي يا قلب اختك كبري دماغك و آه يعني ايه كبر دماغك بقى واعرفي ان اقسم بالله الرجاله دماغها صغيره اقسم بالله اللي اكتشفته بعد كده دماغهم صغيره لاني انا لو يعني انا لو خدت على الكلام اللي جوزي بيقوله انا كان زماني يعني خلاص متطلعة من زمان جدا 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 فانا بجد يعني انا برضو من كام يوم كده برضو شدت انا وجوزي رغم ان بنتي تعبانه وابني تعبان والدنيا هايصه ولايصه الرجاله ما بتسكتش بتعرفش تسكت واي حاجه تحصل لهم بيكون انت السبب فيها اي حاجه بس فالله المستعان يعني كبري دماغك ومشي حياتك و يعني مشي الايام عشان خاطر ولادك وعشان خاطر دخل دخلات العيد والكلام ده وفوتش يا قلب اختك فوتي ياما دقت على الراس طبول عشان بس ما تقوليش ايه احنا مرتاحين او مش مرتاحين كلها مشاكل والله العظيم وكل وكل البيوت مليانه قرف وكل البيوت مليانه زهق وعدم تقدير ونرفزه و و وخلق ضيق وحاجات هم هم بس كده يا قلب اختك يعني هوني على نفسك هوني على نفسك هنا بقى طبعا مريم بتساعدني ربنا يخليها يا رب وطبعا الناس اللي بتطمن على مريم هي الحمد لله طبعا انا ماشيه على الادويه بتاعتها وبديها الادويه في ميعادها و في استشارة عندها يوم الوقفة بتاعة العيد اللي هو يوم الثلاث إن شاء الله اروح عشان الدكتور برضو هيشوفها وهي الحمد لله كان ناس كتير برضو بيقولوا يا نوجة ايه اعراض جرثومة المعدة كل الاعراض اللي جات لمريم مغز مغز بيروح ويجي مغز يروح ويجي قعدت ثلاثة اربعة ايام تشتكي ان بطنها بتوجعها على فترات متباعدة يعني ممكن الصبح شوية اخر النهار بالليل ماما انا بطني وجعاني فبدات اشك بقى كنت فاكره ان عندها الفتاء او ايه اللي طب يا رب في معدتها مش عارفه ايه فطبعا انا رحت للدكتور بعد ما هي اشتكت مره واثنين وثلاثه من معدتها ما خدتهاش ورحت كده مره واحده لا آه بس يا أختك ورحت بقى ايه آه لما رحت للدكتور وكده هو بقى اللي قال لي اعملي تحاليل دم وصوره دم كامله ومش عارفه تحليل البراز والحاجات دي وطلع عندها طفيلات وطلع عندها الانيميا عندها انيميا يعني وطلع عندها جرثومه المعده فعادي قدر الله وما شاء فعل والدكتور طمني وقال لي اني مع الوقت وتظبيط اكلها وما تاكلش اي حاجه فيها مواد حافظه زي الشيبسيهات والاندومي الاكل الجاهز العصاير الجاهزه والكلام ده كله رغم على فكرة ان مريم مش من طبعها اصلا ان هي بتاكل الحاجات دي كتير يعني احنا لو هنتكلم بقى في, اللي بياكل الحاجات دي اكتر هقولك مين مثلا اوشا وزياد دول اكتر اتنين بياكلوا حاجات فيها مواد حافظة انا حتى منعتهم يعني بقول لهم لا ممنوع الاندومي ممنوع ده ممنوع ده وتلاقيهم بيجيبوا برضو وبياكلوا بعض زعق واتخانق معاهم والله المستحيل هنا بقى جبت النجيلة كمان بتاعت ال بتاعه البلكونه حطيت شويه دوني عشان تبقى ريحتها منتعشه كده وحطيت برسيل جيل وعايز اقول لكم ان هي طلعت طينه طينه حرفيا تمام وقلت برضو تبقى نظيفة عشان نفرشها في البلكونة كده ونروق على البلكونة بتاعتنا وفي الوقت ده كان المغرب أزن ودخلت عملت الفطار عشان ما اطولش عليكم الفيديو عملت سلطة اللي هي السيزر دي اللي هي سلطة الخاص بالفراخ وقطعت عيش كده عليها من فوق عملت رز بالشعرية وعملت صينية بطاطس بالهوت اه دوج او مش عارفة انت بتقولوا عليه هوت دوج ولا سوسيس ولا نقانق ولا بتقولوا عليه ايه انا عملته احنا عندنا في مصر بيتقال عليه سوسيس عادي بس كانت صينية بطاطس ايه في جلبي والله في جلبي تعالوا اوريكم بقى المشتريات اللي انا اشتريتها تعالوا بقى يا بنات اوريكم شوية حاجات كده انا جبتهم للمطبخ رحت اجيب طقم صيني لقيته ب 6000 وب 7000 وب 8000 وحاجات كده فقلت ازود بقى على الاطباق اللي عندي بص ده كان عامل 25 جنيه جبت منه ثلاثه اهو طبعا هتقولي لي يا نوجة ما جبتش لي كله شكل واحد يا يعني قلب كنت اتمنى ولكن ما لقيتش جبت البوله دي كده للشوربه ب 45 جنيه الواحده تحسها غاليه بس قلت خلاص يعني تمام جبت اتنين اهم جبت بقى آه الطبق ده اهو اتنين وعشرين جنيه كنت جايبه تلاته بس اتكسروا جبت البوله دي اهي دي كانت عامله خمسه وثلاثين جنيه اهي جبت منها اتنين اهي دي ودي اهو خمسه وثلاثين جنيه اهي آه جبت برضو من دي اتنين بس على ما وصلت البيت كانت اتكسرت ودي عامله تلاتين جنيه وكنت انا يعني والله مخليها بالي من الشيل بس يلا قدر الله ما شاء فعل جبت الطبق ده كان عامل خمسة وتلاتين جنيه كل الاطباق دي طبعا هتتغسل جبت بقى للولاد الاطباق دي عشان طبعا هم اكتر الناس بيكسروا كانت الطبق عامل عشرة جنيه ده من محل كوكو والصيني ده برضو كله من محل كوكو جبت تلاتة اهو جبت بقى الفوط دي فوط للمطبخ لان انا رميت كل الفوط القديمة تمام كانت عاملة كام عامله وتلاتين جنيه اهي جبت بقى عصيان الشيش دي عشان الشوي وال والعيد وكده وكانت عامله 15 جنيه اهي وبصوا عصايه الشيش بتاعتها من اللي هي التخينه اعمل عليها كفته اعمل عليها شيش طرب الكلام ده جبت دي بقى آه مع ان ما عنديش علب مدوره كتير بس قلت اجيبها للاطباق عشان ما اشيلش الطبق آه عريان في المطبخ في الثلاجه ودي ما كانتش غاليه دي كانت عامله كام استنى اشوف اهي كانت عامله 30 جنيه بصوا من جوه بتبقى شكلها ده دي بقى كتير اهو جميع المقاسات تعالوا نجربها على طبق كده بصوا اهي يا بنات بصوا انا ركبتها كده في الطبق اهو البلاستيك يعني لو بقيت جبنه بقيت حاجه تروحي مغطيها عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا سعرها 30 جنيه فيها كتير جدا هنا برضو جربتها على البوله اهي بصوا جربتها على البوله حلوه جدا آه دي مثلا ممكن تحطيها على طبق صغير او كوبايه عايزه تغطش كوبايه عشان فاهمين يعني الغطشان السيليكون دي طلعت اختراع ومش غاليه خالص خالص جبت كمان ال ده بتلبسيها اثناء الطبخ او لو انت عايزه مثلا تلبسيه اي عشان اي حاجه فانا لقيته قدامي وما كانش غالي كان ب 10 جنيه فقلت يعني خلاص اجيبه اهو قلت مثلا اجي اعمل اكل حاجه اتب الفراخ اتبل اللحوم كده بس كده يا بنات دي شويه الحاجات البسيطه اللي انا جبتها يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم وإن شاء الله اللي حابب بقى أوريكم مشتريات العيد يكتبلي في الكومنتات تحت وبحبكم أهو السلام